بداية، هل تقود معرفة الكثير من تفاصيل زوجات السياسيين والعسكريين المغاربة إلى فهم عميق كيف تتصرف هذه الشخصيات الهامة في تاريخ المغرب؟ كيف اختار الجنرال أحمد دليمي زوجته؟ وعلى أي أساس؟ هل كان انتهازيا في هذا الاختيار أم كان زواجا عاديا؟ وهل يعكس اختياره لزوجته طبيعة طموحه السياسي الذي قاده لنهايته المحتومة والتراجيدية؟ منذ أن تخرج الشاب أحمد دليمي من المدرسة العسكرية بمكناس برتبة رائد يطن، شرع والده الحسن دليمي يبحث له في مدينة سيد قاسم عن شريكة لحياته، ووضع لذلك مجموعة من المعايير أبرزها معيار الحسب والنسب. رفض الحسن مقترحات بعقد قران ابنه مع فتاة صحراوية من قبيلة الدلي التي ينحدر منها، وظل يؤجل عروض زوجته إلى ما بعد عودة الابن العسكري من دورة تكوينية قادته إلى فرنسا سنة 1955. كان رفاقه في التكوين العسكري يجزمون بأن دليمي سيرتبط بفرنسية. لقد كشف لرفاقه عن رغبته في الزواج من جاورية، لكنه كان يضع ألف حساب لوالده الحاج الحسن. وحين عاد إلى المغرب نصحه والده بالبحث عن شريكة حياة لها امتدادات وجذور في تربة الوجاهة وشجرة الأحيان، فوافق على الاقتران بابنة أحد الوطنيين المقربين من ديوان السلطان محمد الخامس وعمره 27 سنة. لكن سرعان ما أعلن دليمي عصيانه ورفض الزواج. حول هذه الواقعة كتب ستيفان سميث في مؤلفه أفقير قدر مغربي. كان أفقير يختار معاونيه ويجندهم كما حدث مع ضابط شاب من أصول صحراوية تابع دراسته في ثانوية موليوس بالرباط وتخرج على رأس فوجه اسمه أحمد دليمي. وعندما وظفه أفقير إلى جانبه كان قد قضى 3 سنوات من العقاب على سلوك لم يحبده محمد الخامس، ذلك أن دليمي كان في سنة 1958 سيتزوج بكريمة أحد الوطنيين الكبار الذين كان لهم تقدير كبير وخاص لدى محمد الخامس. وألغي دليمي قرانه الأول مدعيا أن الفتاة ليست بكرا. ألغى دليمي قرانه الأول أو زوجه الأول مدعيا بأن بنت مسعود الشجر ليست بكرا، وكان ذلك إهانة علنية للوطني المحترم مسعود الشجر، وهو ما تسبب في نقل دليمي إلى تكنة عسكرية بفاس عقابا له. تعرض دليمي لعقوبة على ذنب لم يقترف قبل أن يضع يده في يد أفقير ويقرر تأجيل الزواج الذي كلفه عقوبة حبسية، وهو الذي كان يطمح ليكون رجل ميدان لا جندية كنز. وحين نسي ليطنع حكاية البكارة شرع في التفكير جديا في شريكة حياة، فاهتدى رفقة والده إلى أسرة من سيدي قاسم حيث تقدم لخطبة ابنة مسعود الشجر أحد الوطنيين الذين وقعوا وثيقة المطالبة بالاستقلال، والذي شغل منصب رئيس لمكتب الوزير الأول بالصدارة العظمى أو التاج بين سنتي 1947-1950 نظرا لمؤهلاته العلمية والثقافية والإدارية. بعدها عين نائبا لمدير الديوان الملكي، وبعد رجوع المغفور له محمد الخامس من المنفى في نوفمبر 1955 تقلد مسعود شجر مناصب سامية في الدولة المغربية، منها مدير الديوان الملكي ووزير الداخلية في ثالث حكومة مغربية بعد الاستقلال.
هذه المهام كانت كافية لانضمام الضابط العسكري إلى عائلة تعبد له الطريق نحو المناصب الكبرى، لكن صهره سرعان ما أقيل من منصبه ومن منصب وزير الداخلية بعد 7 أشهر من السلطة. في ظل هذا المتغير السياسي اضطر أحمد ليمي لتطليق نجلة الوزير المقال ليتزوج في سنة الموالية 1958 نفسها من السيدة زهرة بوسلهام، نجلة أحد المقربين من محيط الجنرال أفقير، بدعم ومباركة ومساندة من أفقير. وكان الضابط أحمد ليمي اختار التخلص من ابنة وزير الداخلية السابق والارتباط بزوجة أخرى بتوصية من رئيسه المباشر أفقير. حرص أحمد ليمي على اقتناء ضيعة في ضواحي بلقصيري كانت مستقرا لأسرته، وعهد لزوجته زهرة بتربية الأبناء بعيدا عن صخب المدينة قبل أن يقرر نقلها إلى منزل وضعته القيادة العسكرية رهن إشارته في حي السويسي بالرباط. وحسب الكاتب محمد شقير في مؤلفه المصاهرات داخل النخبة العسكرية بالمغرب، فإن زواج الدليمي عبد له الطريق نحو المناصب السامية، بحيث تسلق الرتب العسكرية الأولى بسرعة، حيث رقي في سنة 1966 إلى رتبة كولونيل، وتم تعيينه مديرا للديوان العسكري للملك الحسن الثاني، لتوكل إليه مجموعة من المهام الاستخباراتية والأمنية. بعد ذلك عين على رأس جهاز الأمن الوطني في سنة 1970. ورغم أن أفقير هو من كان وراء خطبة دليمي لزهرة، فإن هذا الأخير لم يبلغ شأنا عاليا في سلم السلطة إلا بعد وفاة أفقير، حيث تم ترقيته إلى رتبة جنرال، وهي أعلى رتبة يمكن أن يطمح إليها أو أن تطمح إليها أي شخصية عسكرية في عهد الملك الحسن الثاني، خاصة بعد فشل المحاولتين الانقلابيتين 1971 و1972 وتعيينه قائدا أعلى للمنطقة العسكرية الجنوبية. حين توفي الدليمي بين قوسين في حادثة يلفها الغموض مساء يوم 25 يناير 1983، كانت زوجته تعاني من مرض أقعدها وحال دون وقوفها لاستقبال المعزين، فقد علمت كأيها الناس بالخبر عبر نشرة إخبارية مساء اليوم في تلفزيون المغرب في القناة الأولى. كان آخرها لقاء لها مع الملك الحسن الثاني حين حضر إلى البيت لتقديم العزاء. أخفت عنه مرضها، لكن الملك اكتشف حالة الهوان التي تسيطر عليها، فنادى على طبيبه الخاص الدكتور عبد اللطيف بربيش وأمره بأن يسعفها قبل أن يلتقي بأبنائها الفقيد واحدا تلو الآخر ويخبرهم حتى حاجة ما غادي تمسكم. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.